السلام عليكم شباب، إن شاء الله بخير. هذا الفيديو مخصص لطلاب المرحلة الأولى اللي هستوهم رايحين للمرحلة الثانية، خصوصا الطلاب اللي ما دارسين كيمياء عضوية بالمرحلة السادسة إعدادي. راح نشرح بهذا الفيديو أساسيات الكيمياء العضوية، يعني ما راح نشرح المنهج، لا، أساسيات أهم المواضيع اللي بيها. أول شيء راح نتطرق على شنو هي الكيمياء العضوية، وانه عبارة ننتقل على انواع الاواصر انواع الاواصر اللي تربط العناصر في الكيمياء العضوية حتى تتكون بها المركبات. انه عبارة راح نجي على الطرق اللي بيها نقدر نرسم بها المركب الكيميائي العضوي. عندنا عدة طرق نقدر نرسم بها المركب الكيميائي العضوي، هاي كلش مهمة. وعندنا براها النقطة الرابعة هي الايوباك نومينكليتشر اند فانكشنال جروبس، راح نحكي بيها على تسمية ايوباك. بهاي التسمية ايوباك راح تقدرون تسمون اي مركب عندكم يعني بالكيمياء العضوية، حتى اكو مركبات ما متواجدين اللي ما راح ندرسها راح تقدرون تسمونها بطريقة كلش بسيطة ان شاء الله من نوصلها. وراح نشرح بهمنا بهذا الموضوع الفانكشنال جروبس، المجاميع الوظيفية، يعني بين قوسين راح نشرح بيها كل انواع المركبات العضوية. همين بنفس الوقت راح نجي على النقطة الخامسة اللي هي common types of reactions، يعني تفاعلات شائعة، مثلا تفاعلات الحذف، تفاعلات استبدال، تفاعلات الماركونيكوف، غيرها من التفاعلات، ها تفاعلات الأكسدة والاختزال، تفاعلات التحلل. هاي التفاعلات اللي تكون شائعة اللي راح تواجهونها بالمرحلة الثانية أو حتى تواجهونها بالمراحل اللي المستقبلية، لأن مثل ما تعرفون الكيمياء العضوية هي أساس الكل شيء. أول شيء نبدأ بأول موضوع عندنا ونقول يا الله، اللي هو What's the organic chemistry؟ ما هي الكيمياء العضوية؟ الكيمياء العضوية هي إحدى فروع علم الكيمياء اللي تهتم بدراسة ذرة الكربون ومركباتها. شنو معنى هذا الحكي؟ يعني راح نهتم بدراسة ذرة الكربون وكيفية ارتباط كل ذرة من ذرات الكربون بذرة أخرى حتى تكون مركب، وكيفية دخول هاي ذرة الكربون بتفاعل معين حتى يتكون مركب لإنتاج مركب معين. هذا المركب المعين قد نستفاد منه في التصنيع الزراعي الصناعي والتجاري، همين نستفاد منه في بالزراعة، نستفاد منه في تصنيع أهم شيء هو الكيمياء العضوية. شنو فائدتها أكثر شيء؟ بالأدوية، في تصنيع الأدوية همينة. حتى لو تجون هسه على أي دواء، أي دواء بالكون راح تشوفون أصلا مركب عضوي. أي دواء بالكون تجون تكتبونه هسه على الجوجل وتكتبون بصف كلمة structure، يعني مثلا تكتبون هسه تروحون على الجوجل تكتبون باراسيتامول structure، راح يطلع لكم structure الكيميائي المركب الباراسيتامول. لأن كل المركبات العضوية، عفوا كل الأدوية أصلها مركب كيميائي عضوي بالتحديد، لأنه الكيمياء العضوية هو العلم اللي نقدر نقول هو علم الصيدلة، لأن علم الصيدلة هو أساس كيمياء عضوية نقطة على سطر. وراح تجون تشوفون هاي الكلام راح تشوفونه ينطبق على كل المراحل، من المرحلة الأولى للثانية للثالثة للرابعة للخامسة حتى الدراسات العليا. كل سنة أكو كيمياء عضوية بالكورسين الأول والثاني بشكل مباشر أو غير مباشر موجودة، ومتداخلة بكل المواد، متداخلة يعني بالفسلجة، متداخلة حتى بالمواد الحيوية مثل الفسلجة وغيرها من المواد الكيمياء العضوية. والكيمياء العضوية مثل ما قلنا راح نهتم بها بدراسة مركبات ذرات الكربون. احنا مو قلنا هاي ذرات الكربون راح تتفاعل مع بعضها البعض حتى تكون مركبات، زين هاي المركبات شلون راح تتكون؟ راح تتكون عن طريق عوامل مساعدة. أكيد هاي العوامل المساعدة هم راح ندرسها بالكيمياء العضوية، يعني بواسطة هاي العوامل المساعدة راح نقدر نكون بيها المركب الناتج، وراح تتفاعل بيها ذرات الكربون بشكل أبسط، وراح نجرى بيها تفاعلات أكسدة واختزال وغيرها من الأمور. فمن خلال هذا الشيء نقدر نقول إنه الكيمياء العضوية هو العلم الذي من خلاله نقدر بيه نستكشف الأدوية، هو أساس الصيدلة وأساس كل شيء، لأن من خلاله الواحد راح يقدر يستكشف أدوية. وهذا الشيء نقدر نشوفه بفرع الكيمياء الصيدلانية اللي متواجد بالصيدلة. احدى فروع الصيدلة اكو فرع اسمه الكيمياء الصيدلانية الفارماسيوتيكال كيمستري، هذا الفرع من خلاله راح نقدر بنستكشف مركبات جديدة. هاي المركبات لها اهمية علاجية،
زين هاي المركبات وين نشوفها؟ يا اما نستخلصها من نبات، يا اما نستخلصها من حيوان، او نستخلصها من بكتيريا او احياء مجهريه ثانيه. راح نقدر من خلالها نسوي ادويه، نصنع ادويه. شلون نصنع ادويه؟ نجي نستخلص الماده الفعاله اللي تسبب العلاج، التاثير العلاجي، نجي نعدل على التركيب الكيمياء مالتها باعتماد على تقنيات خاصه اللي هي تقنيه الاس اي ار. هاي التقنيه راح نقدر نعدل على التركيب الكيميائي، نضيف الكلور، نضيف لمجموعة مثل، نضيف لمجموعة كاربوكسيل، فراح نسوي بيه نعالج بيه طيف آخر من الأمراض. فمن خلال الكيمياء العضوية راح نستكشف أدوية. هذا الشيء يخلي الواحد يقوم يحب الكيمياء العضوية، لأن من خلالها راح نقدر نستكشف أدوية، وهذا الشيء فشيء مميز بالنسبة لطالب الصيدلة، تقدر تميزه عن باقي التخصصات. هسه شباب نوصل إلى الموضوع الثاني اللي هو types of bonds and elements، أنواع الأواصر والعناصر اللي ترتبط لنا بهاي الأواصر. أول شيء خلوا بالكم شباب ملاحظة مهمة جدا، اللي هي نوع الأصر اللي تربط لنا الذرات بالكيمياء العضوية هي أصرة تساهمية. نقطة على سطر. أول شيء شنو يعني أصرة تساهمية؟ الأصرة التساهمية هي الأصرة اللي تنشأ بين عنصرين، يا أما أن يكون عنصرين من نفس النوع، يعني ذرة كربون وذرة كربون ترتبط لنا بأصرة تساهمية، أو أن تكون من نوعين مختلفين، قد تكون ذرة كربون وذرة أخرى. هاي الذرة الأخرى قد تكون أكسجين، قد تكون نيتروجين، قد تكون كبريت، قد تكون أي ذرة أخرى، فلور، بروم، غيرها من الذرات، لا على التعيين. المهم عندنا نوعين من الأصرة التساهمية، يا أما من نفس النوع أو ما من نوعين مختلفين من الذرات. والأصرة التساهمية بمفهومها البسيط البعيد عن العلمية، مفهوم بسيط، هي الأصرة اللي تساهم بعدد إلكترونات كافي لمستوى التشبع. نقدر نقول شنو معنى هذا الحكي؟ يعني هي أصرة نضيفها إلى العنصر حتى يتشبع. إحنا قد مستوى التشبع عندنا بالعناصر هي 8 إلكترونات. إحنا مثل ما نعرف إنه أي غلاف من نجي نرسم الأغلفة الإلكترونية مات العناصر راح تشبع بثمان إلكترونات، فمستوى التشبع بالعناصر هي 8 إلكترونات. فهسه أي عنصر حتى يتشبع لازم نوصله إلى 8 إلكترونات بغلافه إلكتروني، وهاي كلمة توصيل إلى 8 إلكترونات هي كلمة معناها عاصرة، عاصرة تساهمية. مثل عنصر يحتاج إلى مثل عنصر يحتاج إلى إلكترون حتى يتشبع، يعني عنده وش قد عنده؟ يعني هو عنده 6 إلكترونات، حتى يوصل لثمان إلكترونات شقد يحتاج؟ يحتاج إلى إلكترونين. هنا ايش معناها؟ هنا معناها انه يحتاج الى اصرتين تساهميتين. ايش معناها شباب؟ مثلا عنصر يحتاج الى مثلا عنصر عدد الكتروناته 6 بالغلاف الالكتروني الخارجي، غلاف التكافؤ. فايش قد يحتاج حتى يوصل الى 8 إلكترونات؟ هو مستوى التشبع يحتاج الى 4 أواصر تساهمية الى اخره. هاي معناها اصره تساهميه. الأصرة التساهمية مثل ما قلنا هي الأصرة اللازمة لوصول العنصر إلى مستوى التشبع اللي هو 8 إلكترونات. وحسب العنصر، إذا العنصر حسب العنصر اللي شكد عنده بغلاف التكافؤ الخارجي عنده 3 إلكترونات 5، إحنا نضيف عليه إلكترونات لحد ما يوصل 8، والإضافة هي قلنا معناها أصرة تساهمية. إحنا مثل ما تعرفون بالكيمياء العضوية عندنا إنه ذرة الكربون راح تتعدها 4 أواصر، وذرة النيتروجين خلي ببالكم عدها 3 أواصر، وذرة الأكسجين راح يكون عدها أصرتين، راح ترتبط بأصرتين تساهميتين. والهيدروجين هو المسؤول عن التشبع، العناصر اللي فوق. فهسه لو تجون على ذرة الكربون، انتو حافظيها انه ذرة الكربون عدها 4، النيتروجين عدها 3، الأكسجين عدها 2، بس ما فهمين شنو سببها. اول شيء هسه نجي نفهم شنو سببها انا وياكم. نجي على الترتيب الالكتروني لكل ذره من هاي العناصر اللي ذكرتها. فنجي اول شيء على الكربون، الكربون ايش قد عدد الذره؟ 6. فنجي نسوي الترتيب الالكتروني 1s2 2s2 2b2. فنجي على الغلاف الاخير الخارجي اللي هو الغلاف الثانوي رقم 2 2، نلاحظ انه عنده 4 الكترونات، فنخلي ذره الكربون بالنص ونجي نوزع عليها الالكترونات بشكل فرادى، والنوع مستوي ازدواجي مثل ما تتذكرون. فأول شيء نخلي النقاط، يعني النقط إلكترونات، فراح نلاحظ إنه ذرة الكربون فوقها 4 إلكترونات فرادية. فش قد هنا نحتاج حتى نسويها 8، حتى نسويها متشبعة، يعني عدها 8 إلكترونات،
راح نحتاج إلى 4 إلكترونات ثانية. زين هاي 4 إلكترونات الثانية مين نجيبها؟ راح تجي ذرة الهيدروجين الكريمة، ذرة الهيدروجين بالكيمياء العضوية نقدر نسميها حاتم الطائي. مثل ما تعرفون حاتم الطائي كان كريم، كان من يجي الواحد عليهم زيارة كان من قد الكرم مالته يذبح الفرس مالته ينطيه للضيف. فهذا الهيدروجين يا يجي يشوفه من قرايبه أو من اللي يجونه ضيافة الزوار، يجي ينطيهم شكر عنده بالبيت. هو ايش عنده بالبيت؟ هو عنده إلكترون واحد المقرود، هو عنده إلكترون واحد. فلو تجون على ذرة الهيدروجين ترتيب الإلكترون هي 1s1، فعندها إلكترون واحد خارجي. هذا حاتم الطائي الهيدروجين راح يشارك بإلكترون مالته حتى يشبع العناصر الثانية، حتى يشبعهم إنهم جوعانين فيشبعهم ويوصلهم إلى مستوى استقرار. فهسه هاي ذرة الكربون تحتاج إيش قد من الهيدروجين حتى تتشبع وتوصل إلى 8 إلكترونات؟ راح تحتاج إلى 4. زين شلون 4؟ إي لأن هي ذرة الكربون بغلافها الخارجي أكو كم إلكترون؟ أتى 4 إلكترونات. فحتى يشبعها حاتم الطائي لازم يذبحها ل4 فرسان اللي هي 4 إلكترونات، فراح تتشبع ب4 عواصر تساهمية. شلون تتكون عواصر تساهمية؟ تجي ذرة الهيدروجين ترتبط بذرة ترتبط ويا كل إلكترون متواجد حول ذرة الكربون، فيتكون عندنا 8 إلكترونات. فتصير عندنا 8 إلكترونات، وهاي بما معناها إنه ذرة الكربون وصلت إلى مستوى تشبع، واحتاجت إلى 4 هيدروجينات اللي هي 4 إلكترونات. وهاي ال4 إلكترونات بما معناه كونت لنا لذرة الكربون كونت لنا 4 عواصر. لأن إحنا الآن صرنا نعرف إن العناصر تتكون بين كل إلكترونين. العناصر لو نجي نكسرها، العناصر الوحدة لو نجي نكسرها راح نلاحظ إنه العناصر تتكون بين إلكترونين، طرف من طرف إلكترون أيمن وطرف إلكترون أيسر، هي هاي العناصر التساهمية. ولو نجي على ذرة النيتروجين مالتنا راح نلاحظ انه بيها 7 الكترونات، 1s2 2s2 2b 2b 2b3. عندنا بالغلاف الالكترون الخارج غلاف التكافؤ 5 الكترونات. لو نجي نرسمه نقول n نخليها بالنص، نوزع الالكترونات فرادي، الكترون لي فوق وبالايمن ولي جوا وبالايسر، والنمبر هيبقى الكترون نخليه لي فوق ونخليه باي مكان بكيفكم ما يهم. هنا نلاحظ ان ذرة النيتروجين تحتاج كم الكترون حتى تتشبع؟ راح نلاحظ انها تحتاج الى ايش قد تحتاج ايش قد تحتاج قد تحتاج راح تحتاج الى 3 الكترونات حتى تتشبع. لان احنا مثل ما نعرف انه لازم توصل الى 8 الكترونات، فهنا عندنا ايش قد هنا عندنا شو اسمه هنا عندنا 5، بتحتاج هنا الى 3 حتى توصل الى 8 وتتشبع ذرة النيتروجين. زين اذا تحتاج الى 8 معناها عفوا اذا هنا تحتاج الى 3 الكترونات، فهنا راح تكون عندنا كم عناصر تساهميه؟ هنا راح تكون عندنا 3 عواصر تساهميه. ونجي همين على الاكسجين على ترتيب الالكترون، همين على 8 الكترونات، 1s2 2s2 2b4. نجي نشوف الغلاف الخارجي عندنا 6 الكترونات، هم نجي نوزعه بعد ما يحتاج نعيد شلون وزعنا. راح نلاحظ انه عندنا 6 الكترونات في الغلاف الاخير الخارجي. فهنا ايش قد نحتاج الى الكترون حتى نشبعه؟ راح نحتاج الى 2 الكترونين، احنا عندنا 6 راح نحتاج الى 2 الكترونين، فراح يتكون عندنا عصرتين للاكسجين. وهذا وبهاي الطريقه فسرنا انه ذره الكربون راح تكون عندها 4 عواصر، يعني نحتاج لنا 4 الكترونات، وذرة النيتروجين راح يكون عندها 3 عواصر تساهمية، لأن نحتاجين 3 إلكترونات حتى تصير 8، والأكسجين راح تحتاج إلى 2 عواصر لأن نحتاجين إلى 2 إلكترونات حتى تتشبع، مثل ما فسرنا الموضوع قبل شوية. وقلنا الحاتم الطائي مالت ذرة الكربون يا هو الهيدروجين. الهيدروجين قلنا حاتم طائي باعتباره لذرة الكربون. وبهاي الحالة فهمنا انه العناصر
بأي طريقة ترتبط عن طريق العواصر التساهمية، وكيفية ارتباطها بالعواصر التساهمية، وشين هي العواصر التساهمية. ها، وهذا الشيء نقدر مثل ما تشوفون بالورقة الصفراء، انه عندكم ذرة الكربون مرتبطة بأربع عواصر، ذرة النيتروجين مرتبطة بثلاثة، ذرة الأكسجين مرتبطة باثنين عواصر تساهمية، والهيدروجين هو المسؤول عن تشبع العناصر، فيكون ويا الكربون أبسط مركب راح تتعرفون عليه بالمستقبل اللي قدام، اللي هو مركب الميثان CH4، ويكون ويا النيتروجين NH3 وغيرها. هسه وصلنا شباب إلى الموضوع الثالث عندنا، اللي هو methods to drawing of organic compounds، اللي هو طرق لرسم المركب العضوي. عندنا بالكيمياء العضوية ثلاث طرق أساسية في رسم المركب العضوي، اللي هي طريقة structure اللي هي الطريقة الهيكلية أو التركيبية، وطريقة straight chain طريقة السلسلة المستقيمة المستمرة، وكذلك طريقة zigzag chains طريقة الزجزاج. أول شيء نبدأ بأول طريقة. أول طريقة هي طريقة structure، الطريقة الهيكلية أو التركيبية. راح ترسم بها المركب العضوي على شكل أواصر مبعثرة، أو نقدر نقول أواصر تركيبية، يعني نرجع المركب العضوي إلى أصله، مثل ما حكينا بالموضوع اللي سبق مارة الأواصر، إنه كل عنصر بالكيمياء العضوية يتشبع أواصر تساهمية. بهاي الطريقة راح نرسم المركب على شكل هيكل، فنرسم مثل هنا عندنا مركب ال CH3 CH2 CH3. نلاحظ إنه عندنا ثلاث ذرات كربون، كل ذرة كربون بها أربع عواصر، وكل آصرة بها هيدروجين حتى تتشبع. فنلاحظ انه شكله صاير مثل شكل ستراكشر، هذا الشكل الاول. الشكل الثاني هو شكل ستريت تشين، الشكل المستقيم. طبعا بالنسبه للشكل الاول ما راح نعتمد عليه ابد، ما راح تعتمدون عليه هاي السنه، هو مجرد توضيح لكم مرات التفاعل حتى تفهمونه، او المركب حتى تفهمونه، ترجعون الى اصله حتى تشوفونه من اي عناصر متكون. يعني الطريقه الاولى راح نقدر بها نفهم العناصر من اي شيء يتكون، المركب من اي شيء يتكون، من اي نوع من العناصر، كربون وهيدروجين، كربون اكسجين الى اخره، وشون مرتبط كل عنصر باخر. هي الطريقه الاولى. الطريقه الثانيه هي الطريقه الاكثر اعتمادا بالعالم، توقع هذا الشيء بالعالم كله، هي طريقه ستريت تشين، الطريقه السلسله المستمره. هاي طريقه السلسله المستقيمه هي نفس الفوق، بس بدل ما نخلي ذرات الهيدروجين طالعه من ذرات الكربون، لا، نطببها بذرات الكربون، فنقول CH3 باعتبار انه الكربون ترتبط بثلاث ذرات هيدروجين، وعندنا عصره بيناتهن، فتكون اربعه CH3 CH2 CH3. هسه لو نجي على ذرات الهيدروجين ويا الاواصر، راح نلاحظ انه كل ذرات كربون عندها اربع عواصر، ثلاثه وواحد اربعه، وال CH2 عندها آصرة من نحو اليمين وآصرة نحو اليسار، فصار عندنا آصرتين، واثنين أربعة تشبعت، ثلاثة سي اتش 3 سي ثلاثة واحد اللي صاير على اليسار، هاي أربعة متشبعة. هاي طريقة ستريت تشين، وهاي الطريقة أنا أكثر شيء أعتمدها وأرسمها، وهي أسهل طريقة بالفهم بالكيمياء العضوية، وأنا أفضلها لكم طبعا، نصيحة مني لكم. أما الطريقة الثالثة المزعجة اللي كلش ما أحبها وتدوخ، طريقة الزجزاج تشين، طريقة الزجزاج. راح نرسم المركب العضوي على شكل زجزاج، على شكل مستقيمات متعرجة. هاي الطريقة راح أصدمكم بيها، إنه الأدوية راح ترسم بيها. إيه، الأدوية راح ترسم بيها. زين، ليش يرسمون بيها؟ راح يرسمون بيها حتى يقللون من حجم الورقة، لأن لو تشوفون الستركتشرات الكبيرة، مثل ستركتشر الدي إن إي، ستركتشر الآر إن إي، ستركتشر أي شيء، حتى ستكشر الطماطة لو تروحون تكتبون على جوجل راح تشوفون ايش كبره ايش قده، ستكشر الكركم الى اخره، راح تشوفونه كلش كبير. فحتى يستغلون حجم الورقة ويقللونها، يرسموها على شكل ستراكشر بنوع زجزاج. هذا الزجزاج كل كسرة بي تمثل لنا السي اتش 2. بقى شباب راح اعطيكم ملاحظة، الزجزاج كل خط مستقيم، هذا الخط المستقيم اللي صاير نهاية التعرج، كل نهاية تعرج تمثل لنا CH3. أما اللي صاير الكسرة اللي صاير لي فوق، مثل هنا صاير فوق، صاير فوق بالقمة، هاي تمثل لنا CH2، تمثل لنا CH2 هاي. فمن تشوفون هيك شكل، يعني صاير على شكل صاعد ونازل، مستقيمين صاعد ونازل، هاي معناها CH3 CH2 CH3.
كل نهاية خط مستقيم، يعني ما مرتبطة بخط مستقيم ثاني، هاي مثلا السي اتش 2. أما النهايات أعطيكم ملاحظة، النهايات الطرفية سي اتش 3، والسلسلة اللي بين النهايات الطرفية هاي سي اتش 2. أي عنصر صاير بين النهايات الطرفية هاي يكون سي اتش 2، أما العناصر اللي صايرة بالطرفية هاي سي اتش 3. هاي خلوها ببالكم عم تخاف الدخون. ونصيحة لكم، نصيحة من يمينكم، بالدراسة مالتنا هاي السنة راح تلقون تفاعلات شكلها يرسمونها الدكتور، يرسمها لكم بالزجزاج تشين، انتو حولوها على شكل ستريت تشين. يعني هسه مثل هذا التركيب اللي فوق، التركيب اللي عندكم اللي صاير مثل رقم 8 بالعربي، حولوه اول شيء لي جوا، حولوه مثل ما صاير لكم بالسهم، مثل ما انا محوله سي اتش 3 سي اتش 2 سي اتش 3، وحولوه على شكل سلسلة مستقيمة. يعني حولوه مثل الشكل الثاني اللي هو ستريت تشين، يعني الزجزاج تشين لا تكتبون على شكل زجزاج تشين، حولوه على شكل، دائما حولوه على شكل ستريت تشين. طبعا الدكتور ما يحاسب على هالشي لان كانت نصايحات، يعني بالتفاعلات وين ما تشوفون زجزاج تشين حولوه على شكل ستريت تشين. وانتم هسه راح تشوفونها، شو تلاحظونه من تقرون بالقناة، راح تلاحظون انه اني كل التفاعلات الزجزاج تشين محول على شكل ستريت تشين، حتى للفهم تكون ابسط واسهل. هذا المركب CH3 C double point OOH، بس هنا أنا رسمين على شكل رسم فراغي، يعني حسب نظام الستيريو كيمستري، هاي الكيمياء الفراغية. طبعا احنا هذا الموضوع ما درسناه احنا بالمرحلة الأولى، لأن اللي حضوري يلا نفهمه، هو أصلا مو مهم.